أعنف وأضخم هجوم جوي دولي شبه حينها بالصواعق الضخمة المتساقطة من السماء هو العدوان الذي شنته أكثر من 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من كل الجهات على العراق فيما عرف بحرب الخليج الثانية أو عملية عاصفة الصحراء كما تسميها أمريكا، متخذة في الظاهر اجتياح الكويت ذريعة للهجوم، أما باطنه فهو رغبة أمريكية صهيونية بتحييد العراق عن معادلة الصراع العربي الصهيوني. فجر 17 من كانون الثاني عام 1991 بدأ الهجوم الجوي على نطاق غير مسبوق بمشاركة أكثر من 2000 طائرة مقاتلة كأكبر غارة جوية في التاريخ وفقاً لخبراء بريطانيين، وأطلق من السفن الأمريكية أكثر من 100 من صواريخ توماهوك التي تستخدم لأول مرة في الحرب، ونفذت 1300 طلعة جوية خلال 24 ساعة الأولى استهدفت كل المحافظات العراقية ولم تستثني هدفاً مدنياً ولا عسكرياً. الجسور والمستشفيات وحتى المدارس كانت عرضة لصواريخ التحالف، وكان الأبرز دموية قصف ملجأ العامري المدني في بغداد والذي راح ضحيته أكثر من 400 إنسان أغلبهم من النساء والأطفال. وبعد 40 يوماً على الغارات الجوية بدأت حشود التحالف بالتقدم صوب الأراضي العراقية حينها واجهت مقاومة شرسة من الجيش العراقي في معركة الناصرية الشهيرة، ثم أعلن بعدها وقف لإطلاق النار. الرد العسكري العراقي المفاجئ بدأ في اليوم التالي لعدوان التحالف وتضمن 39 هجوماً صاروخياً انطلاقاً من غرب العراق باتجاه أهداف داخل الكيان الصهيوني الذي لم يكشف عن خسائره في تلك الهجمات إلا بعد عقود من التكتم، معترفاً بسقوط نحو 14 قتيلاً وإصابة العشرات. الدور المحوري الذي لعبه الجيش العراقي في الصراع العربي الصهيوني ما زال حاضراً في الذاكرة، فقد قدم العشرات من الشهداء بين صفوفه في أول حرب عام 1948 وما تلاها، وهو ما تشهد عليه مقابر الجنود العراقيين الشهداء في فلسطين.